السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى نشراتنا الإخبارية من قناة سهيل الفضائية، أبدأها بأبرز العناوين. محافظ عدن: حل القضية الجنوبية يأتي من خلال إصلاح منظومة الحكم. بدء إجراءات الإسلام والتسليم في معسكر 48 بصنعاء، وحفل لتوديع رئيس أركان القوات البحرية والدفاع الساحلي في الحديدة. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد محافظ عدن وحيد علي رشيد أن حل القضية الجنوبية يأتي من خلال إصلاح منظومة الحكم والخدمات وهيكلة القوات المسلحة التي صدرت قرارات رئاسية باستكمالها نهاية الأسبوع الماضي. وقال رشيد إن مشكلة الأراضي التي سيطر عليها نافذون في المدينة تعود إلى تاريخ مبكر بعد استقلال الجنوب عام 67 900 ألف، حيث جرت عملية تأميم واسعة للممتلكات الخاصة، ثم استمر الملف وتفاقم بعد الوحدة حسب قوله. وأوضح رشيد في حوار مع الشرق الأوسط أن الأوضاع الأمنية بالمحافظة في تحسن كبير بعد مشاركة ممثلين من الحراك الجنوبي في الحوار الوطني. وأكد رشيد أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها تعتبر جزءا من مشروع فاشل معروف منذ 50 سنة تقوم به ما سماها جهات لا يروق لها أي إنجاز في عدن، ويسوءها أن ترى هذه المدينة هادئة ومستقرة. توقع أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن يتم التوافق حول هيئة رئاسة فريق عمل صعدة خلال الأسبوع الجاري. وقال بن مبارك إن بعض فرق العمل لديها لقاءات، وبعضها لديها تقسيم فرق العمل أو ورش عمل خاصة بأنشطتها، وبعضها تحدد ما هي الجهات التي ستزورها. هذا وتواصل فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل استكمال مناقشة خططها للشهرين المقبلين. بدأت يوم أمس في معسكر 48 بصنعاء إجراءات دور الاستلام والتسليم بين القيادة السابقة للحرس الجمهوري وبين قائد احتياط وزارة الدفاع اللواء الركن علي الجايفي، الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى أن القرارات الجمهورية لإعادة هيكلة القوات المسلحة خطوة مهمة في اتجاه بناء قوات مسلحة نوعية. هذا وتقوم لجان مشكلة من وزارة الدفاع بمهامها الميدانية لإجراء دور التسليم والاستلام بين القادة السابقين والجدد في مختلف المناطق والوحدات العسكرية طبقا لقرارات رئيس الجمهورية وفقا للبرنامج الزمني الخاص بذلك. وكان أقيم يوم أمس في مقر قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي بالحديدة حفل توديع وتكريم رئيس أركان القوات البحرية والدفاع الساحلي السابق العميد الركن محمد فرحان، واستقبال رئيس الأركان الجديد العميد الركن ناصر خليل. وأكد قائد القوات البحرية في الحفل أن قرارات رئيس الجمهورية تمثل خطوة مهمة على طريق بناء جيش وطني قوي من أجل خدمة الشعب وحمايته وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. رحب عدد من القادة الأمنيين بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة المتعلقة باستكمال هيكلة الجيش، مؤكدين مساندتهم لها باعتبارها خطوة مهمة على طريق بناء جيش وطني قوي. المزيد في سياق هذا الاستطلاع. جاءت هذه القرارات لتعيد إلى المؤسسة العسكرية نظامها الدستوري وتحدد مهامها وفق ما وردت في الدستور،
وأعتقد أن هذا الترتيب الذي وضعته هذه القرارات سيسهم إلى حد بعيد في تحقيق مزيد من الأمن ومزيد من الاستقرار، وتحقق الانسجام في وظيفة المؤسسة العسكرية على نحو يجعلها قادرة على النهوض بوظيفتها الوطنية في حماية أمن البلاد وحماية سيادة الدولة اليمنية. قرارات انتظرها الناس طويلا وجاءت في وقتها المناسب، وسيلمس الناس آثارها في القريب العاجل بإذن الله تعالى. القرار كان حكيما وحكيما جدا، وكان يعبر عن انتصار إرادة شعبنا اليمني قبل انتصار الإرادة الدولية والإقليمية التي تولت مسؤولية تنفيذ المبادرة الخليجية. الأهمية الاستراتيجية هو الانتصار الحقيقي، ليس للتوافق وليس للإجماع، ولكن للإجماع وليس للتوافق. فرق بين الإجماع والتوافق. التوافق اليوم توافقنا، بكرة اختلفنا، لكن هذا إجماع وطني شامل سياسي وحزبي ويمكن قبلي وعسكري. وهذا يؤكد على ضرورة وأهمية تلاحم ووحدة القرار العسكري في المؤسسة العسكرية والأمنية، ووحدة الإرادة القيادية في اليمن بشكل عام. أنا في اعتقادي أن هذه القرارات هي قرارات تاريخية، وجاءت معبرة عن تطلعات الشعب اليمني والذي انتظرها كثيرا. الجيش المؤسسة الضامنة للأمن والاستقرار. الجيش يجب أن يكون على أسس مهنية حامية للوطن، وهذه القرارات أعتقد تمثل الخطوة الحقيقية لعمل الجيش على هذا الأساس، يعني أو على في هذا الاتجاه. تكمن في إعادة مؤسسة الجيش إلى وضعها المؤسسي الحقيقي. زارت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مخيمات النازحين السوريين في ريف إدلب، واطلعت خلال الزيارة على أحوال النازحين في مخيم أطمة، ونقلت كرمان للاجئين السوريين تضامن الشعب اليمني وموقفه الداعم لنضالاتهم من أجل الحرية. وجهت كرمان نداء عاجلا للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لإغاثة الملايين من اللاجئين السوريين في المخيمات السورية الذين يعيشون في مخيمات تفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة وضروراتها الأساسية، وتفتقر للدواء والغذاء والماء والكهرباء. قتل جندي وأصيب اثنان آخران في كمين مسلح نصبه مسلحون بمنطقة الزوب بقيفة في محافظة البيضاء. وقالت مصادر عسكرية إن المسلحين أطلقوا الرصاص على الجنود أثناء عودتهم من مهمة رسمية في موقع جبل الثعالب في طريقهم إلى مدينة رداع. نظم طلاب كلية النفط والمعادن بمحافظة شبوة مسيرة إلى مكتب الإدارة المحلية احتجاجا على اختطاف اثنين من زملائهم على يد مسلحين الجمعة الماضية. وأصدر الطلاب بيانا طلبوا فيه الجهات الأمنية بسرعة تحرير زملائهم المختطفين، معبرين عن سيائهم واستنكارهم الشديدين لما حدث. وحمل البيان قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ومدير الأمن المسؤولية الكاملة، مطالبين بحماية جادة للطلاب وللكلية والدارسين فيها من مختلف المحافظات. الجدير بالذكر أن شبوة خاصة مدينة عتق تعيش انفلاتا أمنيا نتيجة لعدم قيام الجهات الأمنية بدورها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. ناشد الطلاب اليمنيون المبتعثون إلى ماليزيا وزير التعليم العالي والجهات المختصة بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الطالب اليمني في ماليزيا،
وطالبوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام التعليم العالي بصنعاء الحكومة بتسديد رسوم الدراسة وإطلاق سراح شهائد الطلاب الخريجين من الجامعات الماليزية التي حجزت لعدم تسديد رسوم الدراسة، منددين بما قامت به السفارة اليمنية الأسبوع الماضي باستدعاء الشرطة الماليزية لفض الاعتصام السلمي للطلاب بالسفارة. الطلاب في ماليزيا لسنوات يعني يعانوا من مشاكل كثيرة، من أهمها تسديد الرسوم، حيث وقد تأثر من تسديد الرسوم كثير من الطلاب. أنا أحد الطلاب الخريجين الذي لي إلى الآن سنة ولم أستلم شهادتي لأن الجامعة تحجز الشهادة إلى حين تسديد الرسوم. في ماليزيا هناك العديد من المشاكل التي واجهنا أخواننا وأبناؤنا الطلاب، فإننا نناشد وزير التعليم العالي وكذلك نناشد رئيس الجمهورية أن يطال يد التغيير في الخارج وأن تتم هيكلة السفارة الملحقية في الخارج، كما لمسنا نوعا من كما لمس المواطن اليمني في الداخل قرارات مهمة وساعية للتغيير، فإننا نريد أن ننقل هذا التغيير إلى وينعكس أثاره على طلابنا ومغتربينا في الخارج. يواصل موظف مكتب الزراعة والري بمحافظة إب إغلاق المكتب للأسبوع الثاني على التوالي، كما نفذوا وقفة احتجاج أمام مبنى السلطة المحلية للمطالبة بالعدول عن قرارها بتعيين مدير عام من خارج المكتب واتخاذ قرار جديد بتعيين مدير من بين كوادر الموظفين خاصة من أصحاب الخبرة ومن يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس. دعا رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء رجال الأعمال الإندونيسيين إلى الاستثمار في اليمن، كما دعا رجال الأعمال اليمنيين إلى الاستثمار في إندونيسيا. جاء ذلك في ندوة تعريفية بفرص الاستثمار في إندونيسيا نظمتها الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء بالتعاون مع السفارة الإندونيسية. حضر الندوة عدد من رجال الأعمال اليمنيين وتعرفوا عن كثب عن بيئة الاستثمار في إندونيسيا. في جانب متصل التقى رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء حسن الكابوس بالسفير الأندونيسي واجد فوزي لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية لرجال الأعمال اليمنيين في إندونيسيا، وأكد السفير فوزي أن هناك بيئة استثمارية مناسبة في إندونيسيا ومميزات خاصة، مشيدا بالعلاقات المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات. العلاقات البلدين تعود إلى القرون المضت، وهذه العلاقات تكون أساسا قويا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية. وطبعا هناك تسهيلات، لو نظرنا إلى النظام الجديد بالنسبة للقانون الاقتصاد في إندونيسيا، الهدف هو معرفة التسهيلات التي تمنحها الحكومة الأندونيسية للمستثمرين الأجانب، وكذلك يعني تعريف الجانب اليمني بالفرص الاستثمارية التي موجودة في أندونيسيا. تحت شعار نحو اقتصاد وطني يحقق الكرامة والإنسانية والعدالة الاجتماعية، نظم المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ندوة حول الملف الاقتصادي في مؤتمر الحوار الوطني. وفي الندوة تم مناقشة عدد من أوراق العمل التي تتعلق بالقضايا التنموية في الحوار الوطني والدستور اليمني الجديد وما يعترض ذلك من صعوبات ومعوقات، ومناقشة تلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الإنسانية في المجال الاقتصادي. حضر الورشة عدد من السياسيين المتخصصين في مجال الاقتصاد. نظم التجمع اليمني للإصلاح الدائرة 34 بمحافظة تعز مهرجانا للاحتفال بصدور القرارات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بتوحيد وهيكلة الجيش. إلى التفاصيل. أعضاء التجمع اليمني للإصلاح بالدائرة 34 مديرية صالة تنادوا للقاء عصر الجمعة فرحا وتأييدا للقرارات الأخيرة والتي اعتبروها نصرا لهم كثوار مطالبين بالتغيير. تعبير
عن ابتهاج بالقرارات الرئاسية التي أثلقت الصدور لجميع فئات الشعب. وكذلك هو فعلا في جمعة، وهذا المهرجان صادف أنه في جمعة النصر التي أحسينا فعلا بهذه القرارات أن ثورة الشباب السلمية هي النصر. أطرب المنشدون الحاضرين بأعذب الألحان، وقدم الفنانون مقاطعهم المعبرة، وتناقش الحاضرون مع قياداتهم، ولم ينسوا مشاكلهم في محافظتهم الحالمة. النتائج تحتاج الكثير والكثير، ولا يمكن أن تجازى وهي رائدة الثورات، يعني من 48 إلى 55 إلى 62 إلى يعني كان لها الدور الكبير في الوحدة اليمنية في عام 90 إلى الثورة الشبابية الشعبية في 11 فبراير 2011. أعتقد أنه ينبغي أن لا تكافأ هذه المكافأة يعني سوء الخدمات بالإنفلات الأمني. التجمع اليمني للإصلاح الذي ناضل من أجل الوطن والحرية وضحى بالكثير من أجل الأهداف السامية التي أعلنها أهدافا له، بل وجنب اليمن الكثير من المشاكل. التجمع اليمني للإصلاح ناهجا نهج الحركة الأم، معتصما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يؤمن بحرية الرأي، يؤمن بالحوار البناء والتشاور سبيلا للوصول إلى الحق والصواب، يدعو إلى التآزر والتعاون على البر والتقوى والعدل والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. هكذا ظهر الإصلاحيون اليوم في مهرجانهم مؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية، وكما يقولون بأنهم سيظلون يؤيدون كل قرار يخدم الثورة ويعمل على الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. محمد يوسف، لقناة سهيل، تعز. بتمويل من الصندوق الاجتماعي، دشنت جمعية تأهيل ورعاية الصم والبكم بمحافظة عمران فعاليات الأسبوع التوعوي لدعم ذوي الإعاقة السمعية في المدارس الحكومية بهدف مساعدتهم على تجاوز الإعاقة واتباع الطرق الصحيحة والسليمة في التعلم واكتساب المعرفة تماشيا مع ظروفهم الخاصة. ضمن برنامج أصوات نسائية في المرحلة الانتقالية أقيمت اليوم ورشة عمل ختامية في البرنامج، وتناولت الورشة قضايا ومشاكل وهموم المرأة، وخرجت بعدة توصيات منها التأمين الصحي للموظفين والمراقبة المستمرة لأسعار المواد الغذائية وضرورة الحد من العنف ضد النساء والأطفال بأشكالها المتعددة مثل العمالة والتهريب وإصدار قانون الفحص قبل الزواج وعدم تزويج القاصرات. قبل الختام أعود وأذكر بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. محافظ عدن، حل القضية الجنوبية يأتي من خلال إصلاح منظومة الحكم. بدء إجراءات الإسلام والتسليم في معسكر 48 بصنعاء، وحفل لتوديع رئيس أركان القوات البحرية والدفاع الساحلي في الحديدة. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net، وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ويوتيوب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.